احنا عايزين نتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو موضوع تاخر الانجاب. تاخر الانجاب طبعا الجزء الكبير منه 50% منه هو المشكله عند الرجل يعني. فعايزين نتكلم مع حضرتك يعني او عايزه اقول مثلا ان في عندنا رجل وعندنا ست وبالتالي انا بقول ان السيده هنا بتبقى يعني ليها دور. كانت النسب زمان ان 50% او 50% من الست وكان 30% من الراجل، بس النسب دي اكشوالي اتغيرت. احنا فعلا نسب الرجاله اكتر من الحق بان بقى كتير الحق بان يعني بس ما هتظل من البدايه عن الست. لكن انا عندي بالظبط بحكم الكالتشر فعلا تبقى المشكله عند الست. بس انا عندي مشكله بقى اكبر من كده، ان الست بتيجي بتروح الاول بتكشف بتعمل لاقصى درجه يعني، مش تحليل دم، تحليل دم وتحليل وسونار وتعمل مثلا منظار ساعات واشعه بالصبغه وما عنديش تحليل سائل منوي. أنا عايز حضرتك تقول الحقائق المغلوطة في الموضوع ده إيه؟ هسأل بقى، طب دي غلطة مين؟ ما بيقول لي أنا مارك، أنا ببقى خلاص أنا أطفال أنابيب يعني، أنا آخر مرحلة كمان يعني آخر مرحلة جاية لي. الست بتروح تكشف مين بقى اللي بيدخلها في كل التفاصيل دي من غير ما يطلب سائل منوي؟ أقول لك أنا مين، دكتور النساء والتوليد. طب كويس لأنهم بيروحوا أنا عارفة يعني بيروح الدكتور نساء وتوليد ليه؟ ما في تخصص. ما هو طبيعي إن الحافز والبداية وحلم الأمومة أصلا بيبدأ من الست، ده بديهي بحكم الغريزة يعني. فالبداية أكيد بتبدأ عند دكتور النساء، بس هو فعلا احنا كنا زمان بنقع في الغلطه دي، فكره ان الست تتبهدل فحوصات وكلام من ده وان السبب الست، الى ان يثبت العكس يعني. بس الحمد لله مع الاجيال الجديده لا، بدانا نتنبه للقصه دي، حتى الحقن المجهري نفسه غير المفهوم ده بان في فكره دكتور ذكوره ودكتور نساء. فبدانا لا، هم فعلا بيعملوا الحاجات الاوليه، انا بتكلم على الاجيال الجديده دلوقتي مش الناس القديمه. والست بيطلب منها اوتوماتيكالي ان جوزك لازم يعمل تحليل سائل منوي. هو الغلطة أو المفهوم اللي احنا عايزين نغيره من بعد ما بنعمل السائل المنوي، مين يشوفه؟ ما زلنا لحد هذه اللحظة دكتور النساء هو اللي بيشوف تحليل السائل المنوي، وهو اللي بيحكم على تحليل السائل المنوي، وحكمه بيكون ظاهري وسطحي لأنه هو بيقرأ اللي مكتوب في التحليل، أوكي؟ وفي نفس الوقت أحياناً كمان بيدي علاج للزوج. دي المفاهيم الخطأ، ده مش تخصص، ودي الكبيرة بقى اللي احنا بنقع فيه. أولاً قراية التحليل يحتاج تخصص، يعني أنا ممكن أشوف الرقم كرقم ليه مدلول، إنما قريته من خلال الحالة ليه مدلول تاني خالص. طب واتعمل فين أصلا؟ طب ما في ناس بتعمل مثلا التحليل في مركز يكون بيعمل كويس. البراز أو البول وكمان بالدم. أيوة إحنا عندنا معامل متخصصة، المفروض يبقى فيه متخصصة. صح ولا غلطان؟ إحنا عندنا معامل متخصصة دلوقتي، حتى الأرقام اللي بتتعمل وبتتكتب جوه التحليل أنا كدكتور متخصص أقدر أعرف إيه الصح وإيه الغلط، إيه الطبيعي وإيه اللي مش طبيعي. هي مش مجرد أرقام، هي ارقام لا تنفصل عن الحاله، اوكي؟ فهنا ده الاول مفهوم خطا، ان يبتدي الزوج علاجه عند دكتور النساء. لا، احنا عايزين من زمايلنا اول ما انا طلبت تحليل سائل منوي، يعني زمايلك قدامك ماشي انا ما عنديش مشكله، ابعتوا العيان بقى لدكتور الذكور. لا طبعا، ده انا بحب التخصص جدا، مهم جدا. أيوه. ده احنا دلوقتي بقينا تخصص جوه التخصص، يعني بقت النهارده تفاصيل. فبتفرق في ايه؟ بيفرق ان ده جزء من تقييم الحاله وليس كل الحاله. حقيقي تحليل السائل المنوي هو عنوان المشكله، هل الزوج عنده مشكله ولا لا. طب انا هفاجئك ان في ناس عندها مشكله تاخر انجاب والزوجه سليمه وتحليل السائل المنوي بيبدو ان هو سليم. في حالات كده طبعا زمان بدون سبب، بنقول بدون سبب زمان، بنسميه الران اللي هو الانكسبليند، اللي هو 10% لغير معلومين السبب. أيوة. دول النهارده ما عادوش هذه النسبه 10%، بقى اقل من كده، لان بقى عندنا المزيد من الفحوصات. حتى تحليل السائل المنوي بيتعمل بشكل مختلف في مراكز المتخصصة، فبنقدر نعرف ان الزوج فيه بالفعل مشكلة، هو بيبدو له ان هو سليم بس حقيقة الامر مش سليم. طب ايه نبدأ نقول هنا من موقعنا هنا طبعا لانه توعية اكثر. صح. انا عايز اعرف من حضرتك ايه الحاجات التانية اللي ممكن تعملها غير السائل المنوي؟ حاجات كتير أو بتبتدي زي ما قلت، عنوان المشكلة هو تحليل السائل المنوي، زي ما انا كده بسأل الست على الدورة مظبوطة ولا مش مظبوطة. انا بالنسبة لي الزوج هو تحليل السائل المنوي، ده بيكشف لي حاجات، هل هو عنده مشكلة ولا ما عندوش مشكلة. دي بداية القصيدة. بعد كده أنا مهم جدا 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 إن أنا أتأكد من التحليل. واحد، ما ينفعش أحكم على مريض بتحليل واحد، لازم يكون معايا أكتر من تحليل معمولين بينهم مسافات. اتأكدت فعلا إن الزوج ده عنده مشكلة، بندخل بقى المراحل الطبيعية العادية. نمرة واحد، الفحص، الكشف. هو الدكتور إيه غير كشف؟ أنا إيه اللي يفرقني عن الصيدلي؟ الصيدلي قاعد وسط كل الأدوية اللي في الدنيا، إيه اللي يفرقني عنه؟ أنا الكشف. أقدر أشخص. هاي. التشخيص، صح كده؟ فأنا عندي أدوات، عندي خبرة، عندي معلومة أو علم أقدر أنا أشخص بيه العيان، لأن القضية كلها قضية معرفة الأسباب. أنا النهاردة عندي مشكلة، لازم أحدد سبب
عشان ابتدي احدد علاج لهذا السبب او لهذا المسبب يعني. اوكي، فلازم الفحص. مين يفحص راجل غير دكتور ذكورة متخصص؟ مهم جدا. طب الفحص بيفرق، الكشف، الفحص السريري ده مهم جدا، ده رقم واحد اللي هو لازم. انا هفاجئك ان في اخطاء في الفحص، يعني انا ساعات بقول للعيان اطلع عشان اكشف عليك، الا العيان نايم على السرير. احنا قليل قوي دي عندكم بقى، دي مشكله عندكم عندنا احنا طبعا. يعني احنا نادرا لما نفحص المريض ونايم، لازم دايما واقف. طبعا غالبا. لا دي غلطات بتحصل كتير. تاني حاجه، انا ساعات باجي افحص العيان عشان اشوف حجم الخصيه، اذا كان في عيوب خلقيه حقيقي. خلاص اجي افحص عشان اشوف اذا كان في دوالي ولا لا، اقول العيان احزق، ممكن العيان بيكح. اقول له لا يا فندم، في فرق بين ان انت تحزق او انك تكح. هو ما يقدرش يميز. انا عايز اقول لك ان في دكاتره ممكن ما تميزش بين ان المريض يحزق او انه يكح. انا لما بطلب منه يكح انا بدور على حاجه، ولا بطلب منه يحزق بدور على حاجه تانية خالص. فهنا العيان نفسه ساعات بيحس ان اول مره يتكشف عليه. اوكي، طب انا كشفت فحصت، يعني ببتدي اشك، ببتدي انا احط بيني وبين نفسي بلان، تصور مبدئي، بروفيشنال دايجنوزيس كده، ممكن يكون المريض ده سبب مشكلته ايه. بس ببتدي بناء على ده ارتب بقى خطواتي، ايه الفحوصات اللي انا هطلبها له. هل هطلب اشعه دوبلر؟ هل ممكن الامور تتطور انا فحصت وحسيت ان في حاجه مش موجوده في طبيعتها، حاجه مش موجوده اصلا، حاجه ناقصه كعيب خلقي؟ ممكن اطلب موجات فوق صوتيه عن طريق فتحه الشرج، حالات الانسداد والانعدام، بطلب تحليل هرمونات. ممكن اطلب اشعات تانية، ممكن اطلب اشعه على البطن والحوض لاي سبب تاني. يعني انت مشيت تدريجيا عشان تعرف تشخص صح. لازم التشخيص بالزبط. الدكتور يعادل التشخيص. الفرق لو انا بيجي له صداع، ممكن انا اخد مسكن وصداع يروح، بس هيرجع اكيد تاني. اخد مسكن صداع هيرجع تالت. اما لو رحت للدكتور هيعرف ايه سبب الصداع. متخصص، دكتور متخصص. عرفت ان ضغطي عالي، اذا اللي هيعالج لي مشكلتي ان انا اخد دواء ضغط. انا بالنسبه لي نفس الحكايه، انا السائل المنوي ده هو محصله منظومه، المنظومه دي فيها خلل، هيطلع فيه خلل في التحليل، هيعمل لي مشكله تاخر انجاب. ايه الاسباب اللي تؤدي الى هذا الخلل؟ طب تعالى نتكلم على الاسباب اللي تؤدي لهذا الخلل. تمام. عندنا طبعاً دلوقتي، عندنا بتكلم مش على الخلل، يعني دلوقتي انا عندي عايزه اوصل مثلا لمرحله ان حضرتك دلوقتي عملت التحاليل دي كلها. أوكي. خلاص، من كل تشخيص معين، انفستيجيشن معين انت عملته وظهر عندك سبب، قول لنا ايه الاسباب. عندنا اسباب كتيره قوي، بس في اكثر شيوعا، يعني اللي هو الغالبيه العظمى. اول سبب واهم سبب واخطر سبب هو دوالي الخصيتين. دوالي بتاثر على وظيفه وكفاءه نسيج الخصي، وبالتبعيه ده بينعكس في التحليل. نمره 2، الخلل الهرموني. الخصيه ده مصنع بيشتغل بهرمونات، هرمونات بتدي اشاره ان انا ابتدي اشتغل وانتج بشكل معين. اوكي، لو حصل خلل في الاشاره دي بالتالي المنتج النهائي برضو فيه خلل. ثالث حاجه، التهابات الجهاز التناسلي. وفي التهابات بتبقى طبعا، في التهابات بتبقى واضحه، يعني بيبقى فيه ليها علامات اكلينيكيه، وفي علامات هيدن خفيه، في التهابات موجوده احنا بنسميها سب كلينيكال، ما بتبانش خالص كده، مهم قوي. بعد كده بقى في عندنا اسباب مناعيه مش منتشره شويه، في اسباب جينيه مش متكررة كتير، في حاجات انفيرومنتال، يعني في ناس مثلا ليها وظائف معينة بيبقى لها تأثير سلبي، بعض الناس اللي بتشغل في البتروكيماويات. بس دي كلها لا تحصل ما تحصلش النسبة. لو جينا نوزع الأسباب هنلاقي أكثرها شيوعا الدوالي، ده ممكن توصل لحد 50%.